القمر السعودي عالي الدقة 5 سنوات من التجميع. للدكتور محمد الماجد، مدير مركز تقنية الأقمار الصناعية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. بسم الله الرحمن الرحيم. دعوني، ليس هناك هناك معادلات، سيكون هناك فيديوهات ويكون صور أيضا، والعلاقة بيني وبين الذكاء علي أن أنهي هذه المحاضرة بسريعة أسرع. هذا ما يربطني بالفيزياء أيضا، وسوف الصديق الناس يتكلم الصين ويتكلم الروسية أيضا. أعتقد أن الأقمار الصناعية فيما يتعلق بالمركبة السعودية مثل سبوتنيك لراشا، والتي تعتبر مهمة للبشرية أيضا، السعودي ساتس لي، واعتبر المهمة الأساسية لنا فيما يتعلق الأخصر 13 سنوات الماضية أيضا من خلال التصميم، حتى تم بنجاح شغلناه من 5 سنوات وطلقنا منه من 5 سنوات أيضا. الانطلاق في 17 من ابريل 2007، وسوف اخذكم مره اخرى بطريقه بسيطه جدا وبطريقه من التصميم، حتى تمكنا من تشغيله واطلاقه. ايضا سوف اوضح لكم النتائج التي تم التوصل اليها من خلال الانتخاب. الغرض كان تطوير تجمع صناعي للشعر عن بعد، وأن نكون لدينا المعلومات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ويمكن يكون لدينا فيما يتعلق بالاختلافات ما بين الدول الأخرى. أنا أعتقد بأننا أن كل الأهداف التي قمنا بصددها تحقيقها أيضا وضعناها نصب عيننا لهذه المهمة، وكان أنجزنا بها. وصاحب السمو الأمير التركي قد ذكر بعض من تلك الأهداف الاستراتيجية التي استتمت على هذه المهمات التي من إطلاق تلك الأقمار الصناعية. سوف أذهب أعرج بطريقة سريعة عن تلك الذكرى لهذا المواصفات لهذا الأقمار الصناعية أيضا، 200 كيلو وزنه أيضا، وبالتالي وزن رائع ومثالي أيضا، وقدرة تحكم كامل، وتصوير التلفزيون مساحات سطح الأرض، ومن 2.7 يمكن أن يصور أي بقعة على الأرض. وسوف نوضح لكم بعض تلك النتائج التي حصلنا عليها من خلال. فيما يتعلق بالأشياء الأخرى التي قمنا بها أيضا، نحاول أن نطور كل التقنيات أيضا التي لها علاقة بكل الأنظمة، عندئذ كل الأشياء الفرعية التي لم تكن حاولنا أن نطورها بطريقة بمعلوماتنا وبطريقة معلوماتنا أيضا، والمعلومات الخاصة بنا التي يمكن استخدامها في بعض ذلك المهمات الأخرى لاحقة أيضا، كما سوف نطلق بأحد الأقمار العمل القادم. فيما يتعلق بأن التجميع وعملية التصميم أيضا تعتبر كلها عملية تجميع كامل أيضا من الدائرة من المفهوم، حتى يمكن أن نصل المنتج أن النظام والتماثل ما بين ذلك الأمر وهذا الآخر واضح جدا. أن الفرق الوحيد هو أننا نحتاج إلى أن يكون هناك مهرة، عمال مهرة، مصممين مهرة، أن يكون لديهم متخصصين، وأن نتأكد من أن كل شيء متاح لهم قبل أن تقوم بأن تنهي مشروعك. يعني في على طول هذا الطريق أيضا من 2000 حتى 2002 إلى 2007 أيضا قمنا بنطور هذه الأقمار الصناعية بطريقة مستمرة أيضا، حتى تمكننا من انتهاء من هذا القمر الصناعي القمر السعودي 3، والاختبار أيضا والمحاكاة وكل تلك الأشياء التي قمنا بها التي يجب أن تكون موجودة أيضا، حتى تأكد من أن منظومتك سوف تعمل بطريقة جيدة في البضاء بنفس الطريقة التي رسمتها لها. ونجحنا في أن نضع كل الشؤون معها وكل المعلومات وكل المعلومات وكل الأشياء المضرورية لنجاح هذا النظام. الآن متى انتهينا من هذا المشروع والاختبار أيضا، عملنا على أدركنا كم من الصعوبة المكان أن نقوم بننقل ونقوم بإدارة هذا الأقمار الصناعية أيضا إلى هؤلاء، مثل ابنك الصغير لكي
تحميه، ويجب أن تتأكد بأنه يمكن أن يسلم أن يعمل بطريقة جيدة أيضا، سوف يذهب إلى العديد من البلدان أيضا، وكل بلد يمكن أن تفتح وتجد تفتح داخل هذا الأمر أيضا. لقد كان عملية تعليمية للجميع لكلنا جميعا. أنا أقول الآن أنني أنا عضو من فريق كبير جدا، قد شاركت في انتهاء من هذا العمل وهذا المشروع أيضا، وسيستدعي لي أن استغرق ساعة لكي أذكر هؤلاء الذين ساعدوني في هذا الأمر أيضا فيما يتعلق بالإعداد والإطلاق قبل أن نطلقه بايكونور، نرسل إلى بايكونور. وكما ذهبنا أيضا هناك كنا سعداء وكنا محظوظين بأن نعطى بالأمر للمرحوم سلطان إير سلطان بن عبد العزيز رحمة الله عليه، لكي لأي كان ساعد كثيرا. وهناك زملائنا ذهبوا إلى موسكو، وعندما كنا هناك أيضا أدركوا بأن هذا الأمر شيء مهم جدا، وكان كانوا أكثر سعادة أيضا وأكثر، وأرادوا أن يذهبوا معنا إلى في كازاخستان في بايكونور في بلد أخرى مختلفة أيضا، لساعدنا أن نهبط هناك في القاعدة الروسية في بايكونور. منذ أن ذهبنا إلى بايكونور أيضا قمنا بضبط وبفحص القمر الصناعي لكي نرى أن يعمل بالطريقة التي رسمت لها، ويوم عليك أن تضع وترتب المناطق. ومدينة الملك عبد العزيز بدأت تجربة رائعة في هذا الأمر أيضا مع 3 انطلاقات سابقة أيضا. نعلم أن الفرق ما بين تلك المهمة أنها مشتركة بخمس أقمار صناعية صغيرة أخرى أيضا مثل هذه المجموعة الأقمار الصناعية المتكاملة. عندئذ متى تقوم بهذا الأمر بالفحص والتدقيق الدقيق، ونقوم بالسروس تولوا مهمة مع المهندس لكي يضع الأقمار الصناعية أيضا في الإطلاق، قاعدة الإطلاق، صاروخ الإطلاق أو منطقة الإطلاق أيضا. ومن الأشياء المدهشة التي في متعلق بالمراحل التي تأكد من الآلة وتأكد من الأشياء الأشياء الميكانيكية أيضا، وهذا يعتبر هناك العديد من المعلومات التي حصلنا عليها أيضا. وهذا كنا واثقين من لماذا أن هذا النظام سوف يعمل بطريقة جيدة أيضا، وما لم يحدث شيئا. لقد كان كل شيء يعمل بطريقة جيدة أيضا، وكنا ناجحين في إطلاق هذا وتم القبول بإطلاق هذا. تم إطلاق هذا الصاروخ في متعلق القام الذي تولى هذه العملية المهندسين الروس والمهندسين الأوكرانيين أيضا، وقد كانت بطريقة في كبسول، وكان إطلاق رائع وإطلاق مهم جدا، وحيث كان هناك صاروخا خاصا أيضا دينيبر سمى دينيبر. وأريد أن أشارككم هنا بعض الفيديو الرائع عن الانطلاق. هذا هو أصعب لحظة كنا نمر بها، حيث يكون هناك مئات الترددات، ومثل كما أتى فيليكس هذا هو الصعود. وكان صاروخنا كان شجاعا بشجاعة فيليكس صاحب القفزة الهائلة بالغلاف الجوي. متى نصل إلى المدار وبدقة وكما إطلاق كان قمر صناعي كان الثاني، متى كان هناك تم وضعه أيضا في المدار وإطلاقه أيضا سوف يعمل، وسوف قمنا بتجهيز محاكاة لأننا لم يكن لدينا كاميرا لكي ننظر، لم يكن لدينا كاميرا لكي نلاحظ قمر صناعي، ولكن قمنا بمحاكاة هذا الأمر أيضا وقمنا بالتحكم به أيضا بمحاكاة لهذا القمر ومرحلة الانعدام التوازن في وضع القمر في مداره أيضا، ونضعه في مداره، ويمكن أن يأخذ الصور حتى تمكن من أخذ التقاط الصور بعد ذلك أيضا. هذه بعض الأشياء التي استخدمتها أيضا هذا مهم جدا
بأن يكون متوافر وكنا متوافر في الواقع بأننا لقد قمنا بعمل متكامل أين ونشغل المهندسين لكي يعلموا كيف يمكن أن تكون عليها الأقمار الصفر. بعد أن من ضمن الأشياء متى تم وضعه في المدار أيضا بدأنا أيضا من محطتنا هنا الأرضية من في كاكستا ملك ملك عبد العزيز ويقوم بتشغيله أيضا وسوف يقوم بنفسه بعد ذلك أصبحنا مسيطرين ومتحكمين أيضا وضع كل شيء في مكانه الصحيح. ولدينا تلفزيونين لكي يقوموا بنقل العمود الآخر فيما يتعلق به الذي هو ضيق موجة ضيقة التصوير بالفيديو وموجة زاوية وكاميرا بزاوية. هذه الصور البدائية الأولى التي التقناها من قمر صناعة أيضا حتى استطعنا أن نشغله ويكون لدينا سيطرة كاملة ونبدأ نحصل على تلك الصور مثل تلك الصور لمطار الملك خالد. الشيء الآخر المهم الذي قمنا به أيضا وكان التشغيل أي الجويستيك التي أشار إليها الأمير تركي أيضا لكي نقوم بالسيطرة على الفيديو أيضا يكون لدينا التصوير على المنطقة التي نبحث عنها أيضا. عندئذ حاولنا أن في هذا الوقت أمر أن نشغل هذا القمر الصناعي بطريقة أيضا حيث يمكن بزاويتين بكاميرتين تعمل يركزون على نفس الهدف أيضا حيث يمكن القمر الصناعي من الشمال إلى الجنوب أيضا سوف ينزل إلى منطقة إلى أخرى وسوف يتم تشغيل التصوير وبحيث سوف أوضح لكم الفيديو الذي حصلنا عليه من القمر الصناعي ربما يكون مثيرا لكم. هذه الصورة الكبرى هو الكاميرا بالزاوية الكبيرة والأقل الكاميرا الصغيرة بزاوية أقل يأتي من الشمال ينظر إلى الخليج العربي ثم بعد ذلك أيضا سوف يحاول أن يستهدف منطقة بطريق المشغل وسوف يركز عليه أيضا يحاول أن يقوم بتركيز على هذا نفس المنطقة بتركيز وصورة بتركيز ويركز عليها. يمكننا أن نرى هنا المنظم المشغل وقمر الصناعة الكاميرا تركز على منطقة نحاول أن نبحث عن المناطق الخضراء أيضا ونصور تلك المناطق الخضراء حيث ليس هناك شيء سياسي أو هدف سياسي أو يمكن استهدافه. أعتقد بأن هذا الآن يعوم يحوم في نفس المنطقة أيضا حيث يعطي العديد من إذا كنت تقوم بالإشارة إلى مشكلة بيئية أو أزمة سوف يكون فائدة عالية جدا لكي يكون لكي يغطي بيكون أطول مدى أبعد وسوف يكون جيدا لموسم الحج مثلا. وأعتقد بأن هذا هو واضح الآن. حاولت أن أكون سريعا بقدر الإمكان وعند حتى يمكن المعلومات الأساسية الحقيقية أيضا. هل أحد يمكن أن يأتي بالكمبيوتر هنا؟ هو أن الثروة المعلومات المدار التي أتينا بها من القمر الصناعي المعلومات المفصلة عن حالة القمر في مداره ولهذا الأمر أيضا جمعنا في خلال 5 سنوات على العديد من المعلومات أيضا عن المجال المغناطيسي والموقف الحراري والظروف الحرارية. ما قمنا به هو أننا ببناء معلومات نظام معلوماتي أيضا ووضعنا كل القنوات بمتاحة للمستخدم. يمكننا أن نرى هنا العديد من القنوات من الشمس معاش المجسمات وحيث الفلتات وكل أنواع المجسات أيضا والمستشعرات داخل القمر الصناعي أيضا وبالنسبة المعلومات عن القمر الصناعي أيضا. هذه المعلومات لمدة أكثر من 5 سنوات ونصف الآن
وتكون موجودة متوفرة على قاعدة في كمبيوتر واحد أيضا وموجودة على الإنترنت أيضا. نحن نفتح الباب أيضا حيث ندرك بأن المهمة قد أنجزت ومرة واحدة أيضا وتم تصميم المتخمسة الآن خمسة ونصف أيضا. سوف نفتح الباب أيضا لكل الأكاديميين أيضا للمهمة المهتمين بالبحث في واستخدام معلوماتنا أيضا لأبحاثهم الخاصة أيضا. فأن هذا العمل من المعلومات سوف يساعدنا على أن نطور جيل آخر من القمار الصناعي أيضا في هذا القدر من المعلومات. سوف أتي إلى ختامتي لختام معذرتي أيضا. أأمل بأن قد أعطيت لكم صورة عن القمار الصناعي ثلاثة وعندما تسمون برقم ثلاثة أنه لم يكن الأول. إذا أنا كنت أقود من تويتر حد يتكلم عن نحن نعده كال 12 قمر صناعي وسوف العديد من الأقمار ستأتي في المستقبل. شكراكم. شكرا شكرا جزيلا دكتور محمد الماجد. الآن نفتح المجال للأسئلة. دكتورة ابتسام بدريس أعمل هنا في المركز الوطني للرياضيات والعلوم في كاكست. لدي سؤالين للدكتور. هذا سؤال مهم جدا. أول عندما المفهوم للثقب الأسود تم تقديم هذا المفهوم أيضا لما كان بطريقة محاكاة أي لم يكن دائرية أيضا، وبعد ذلك أيضا هناك حل رائع أيضا بسبب كان تم تقديمه أيضا بطريقة كتلة وبهذا المحلول تعتبر رياضيا معجزة بأن تجد هذا الحل الرياضي الذي أخذ منا ورقتين أيضا. ولكن فيما يتعلق بالنتائج الفيزيائية كانت هائلة أيضا، وخاصة الحقيقة التي قام ركزتها أيضا فيما يتعلق بالثقب الأسود أيضا يمكن أن يأتي يمكن ينتج عنه مواد. وهذه القواعد الأساسية التي أشرت إليها وكان لدي صورة عن احتمالية خلق وإيجاد شيء حول هذه البلاك الثقب الأسود في الدائرة في المجال المغناطيسي أيضا بالإلكترون وبالنيوتن. وهذا الاختيار أيضا وهو مصدر من الجاما من عدة انفجار الجاما. هذه الثقب السوداء تعتبر هي أصلية أيضا من الكتل الموجودة. كما قلت سألت هناك العديد من النقاط الثقب الأسود، ولكن الثقب الأسود الآن كثيرة وفيما يتعلق بالكتل الشمسية وفيما يتعلق بتكوين تلك الثقب السوداء تقوم بتحليل هذا أثناء هذه الأيام. ومحتمل من أن ليس مثل المواد التي نعرفها أيضا مثل الكواكب والنجوم أيضا، ولكن من المحتمل أن تكون هذه الميجا من خلال المجرات فيما يتعلق بالشحنات الكتلية، ولكن بطريقة أوسع. وهناك تكوين لهذه الثقب الأسود يأتي من المحتمل من المواد السوداء المواد الغامقة أو إينوس. نحن نعمل الآن على هذه الأمور لكي نحدد هذه المواد أيضا، وبالتالي بأن فيزياء الثقب الأسود تم تطويره بطريقة كبيرة جدا. يمكن أن بسبب استخراج هذه الطاقة التي كنت ذكرتها يمكن أن يكون في العديد من أماكن في حول الكون. ولكن بما أن في هذه اللحظة تكوين المعلومات أيضا عن هذا الأمر أيضا ومصدر طاقة عالي كبير بحيث يمكن أن يكون في أي مكان من العالم أيضا، نحن نرى ذلك كل يوم بأن هذا هو الشيء السري الشيء عند إذن نرى في كل يوم واحد
بطريقة أكثر مبدئية أيضا. إذا كان لدينا 10,000 من هذه الأمور أيضا لا يمكنك أن تقوم بدراسة ذلك، ولكن عندما يكون واحدا أيضا يمكن في، لكن ما يحدث هو أن هذه الظاهرة أيضا ليست متكررة ومثل بحيث إلا سنغدمر من خلال تلك الثقة بالصدر، ولكن نحن نبني بطرق حتى يمكن أن يكون هناك إشارة كل يوم أيضا، ويمكن الطلاب يمكن أن يقوموا بالأبحاث حول هذا الموضوع. هذه هي النواحيتين للثقب الأسود أيضا، هذه هي الجوانب الثنائية للثقب الأسود أيضا. الإلكترون، قلت أن الإلكترون لا يمكن أن يتقابل الجاذبية داخل تلك الثقب السوداء أيضا. الحل هذه المشكلة فيما يتعلق بالإلكترون، من بين الأشياء الأساسية الأنظمة الأساسية في الكون، إذا نظرنا إلى الجزء الأصلي للكون وليس الجزء الأول، عندما كان حارا جدا وساخن جدا كان في بلازما، والبوزيتون بلازما التي كانت مهمة في الكون موجودة في الكون، أي تم تبريد، ولدينا النظام الإشعاعات السوداء الكونية مرة أخرى في بداية هذا تتمدد وتتوسع هذه، والشخص الأساسي الذي قدمنا كنا ندرس أيضا مع في دامور هنا، إنها شخصية أكاديمية فرنسية أيضا، هناك شخص آخر أيضا فرانسيس هنا في هذا الصورة، وأنا نفسي هنا أبو، وهذا أختي في فالي دي ميرفي، وادي ميرفي في 1975 في الجبال أيضا، وهذا الرجل أنا هو الأساس المفتاح، هذا جون ويلسون. ويلسون كان تعمل مع ليفربول، وكان أحد آباء من العديد من التجارب حول القنابل، وكان متخصصا في مثل الأمور، وكنا محاولين أن نحاول أن نقوم ببناء النموذج الأول بهذه النقطة السوداء كما نرى أيضا، وهذا المجال المغناطيسي أيضا، وهنا أيضا لون الأزرق أيضا، هذا المنطقة حيث يكون البلازما. المشكلة ما يحدث هناك، إذا سألتي إذا كان لماذا لا تذهب إلى داخل النقطة السوداء أو الثقب الأسود أيضا، لأن هو الشيء الأساسي بحيث يمكن تسرعت هذا الأمر متسارع ذاتي التسارع، ونحن هنا نسمع عن الصواريخ وتحتاج إلى الضغط، تدفع تلك الصواريخ لكي تنطلق أيضا، نحتاج أن تدفع السيارة أيضا، ليس هناك كتلة يمكن أن تسرع من هذا الأمر. وفيما يتعلق بالبلازما هو نفس الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تجعلها معا بدون بداخل النقطة الثقب الأسود، ثم بعد ذلك نقوم بانفجار هذا الأمر بحيث تعطي بسرعة ضوئية كبيرة، وهذا مهم جدا كما التي لمستي هذا الأمر، هذا النقطة الأساسية، وهو البلازما تخصص لأنه تحدد التسرع الذاتي للانفجار. في المستقبل كان يمكن أن نستخدم الثقب الأسود كنوع كمصدر الطاقة. الشيء الرائع حول الثقب الأسود يمكن أن نفهم ما نسميه القوة أو الطاقة، ما نسمي الطاقة، هذه نقطتي الأساسية. إذا تقصدي أو إذا بأن الطاقة نحن نعلم أن نستخدم الثقب الأسود على في مركز المجرات لكي نقلق ونجد
بعض العناصر الكيميائية القديمة أيضا ليس فقط في النجوم أيضا ولكن أيضا التوزيعها ذلك بطريقة معنى آخر. كل المواد التي نبنيها كل الذهب أي مادة تأتي من خلال هذا السوبر نوفا أيضا يمكن أن تكون يمكن نستخدم هذه الطاقة نعم نستخدم الطاقة لكي نشرح الثراء هذه المادة التي لدينا نحن أيضا نحن نحتاج السوبر نوفا أيضا ونحن نحتاج أيضا القصص الفيزيائية ولكن فيما يتعلق بالطاقة أن العلم في الواقع الحقيقة بأن هنا فيما يتعلق بالانفجار الجاما هنا التي تصدر من الخلف والمنطقتين حيث يمكن أن تنفجر أيضا كيف يمكن أن يحدث هذا الأمر أيضا بأن نفسهم نأتوا من منطقة أيضا التي ليست مرتبطة ببعض ينبعوا من منطقة من هذا شيء عميق أيضا نحتاج أن نفهم هذا الأمر ونحتاج إلى أن نفهم بطريقة أفضل فيما يتعلق قوة الثقب الأسود هو الفاقع بأن نرى بها الكون بهذه الطريقة بهذه المسافات الكبيرة لأن الثقب الأسود كبيرة جدا ولم نكن نراها من منطقة قريبا وهي منطقة نقطة حاسمة أيضا لكي نحصل على الطاقة فيما يتعلق بالمعرفة العقلية أيضا وفي الطبع أيضا والشيء الأخير الذي ندرسه أيضا في هذا الأمر الذي بالنسبة لي رائع ويمكن تصديقه من روعته أيضا وهذا هو النظام الذي بدأ يكون لديك نجم من السوبر نوفا أيضا مثل الذي الذي عليكم أن ترجعوا مرة أخرى إلى الكلاسيكيات أيضا في 1045 ليس فقط سوبر نوفا ولكن أيضا يمكن أن تطلق الكنبوت وانهيار فوق نقطة الثقب الأسود أيضا لو ليست مجرد خيال والعديد من الأوقات كنا نناقش هذا الأمر أيضا قوة الخيال الإنسان قوة خيال الإنسان من المهم بمكان أن نعرف أن ليس أحد مننا قادرا على أن يتخيل هذه العملية قبل أن الأقمار الصناعية وتلك المعادلات وفي متعلق بالبلازما كانت توضح لنا أن ذلك قد وجد ودائما أن العقل البشري أيضا لدي أكثر أقل مما يمكن أن يتأكد إثبات العلم سؤالي للدكتور تايلر اسمي دكتور أحمد أبو خضر من كينج من جامعة الملك عبد العزيز ودكتور تايلر فيما يتعلق بطريقتك الرائحة الجديدة أيضا أعتقد فيما يتعلق بالنوع الأول للسكري الذي يعتبر على يعتمد على الإنسولين الذين عليهم أن يحقنوا أنفسهم إنسولين كل يوم أيضا لكي يقللوا من المستوى الدم مستوى الجلوكوز أيضا فيما يتعلق بالمستوى الثاني من السكريات أيضا النوع الثاني الذي هو منتشر بطريقة كبيرة جدا 25% من السكان مصابين بالسكرين أمن منهم 80% من النوع الثاني الذي لا يأخذون إنسولين وهذا هل ما تعتقد بأن طريقتك أيضا في يتعلق بالكبسول استخدام الكبسول أيضا يكون مهم للنوع الثاني من السكري والسؤال كيف استطعت أن تحصل على أن تجعل قرودك مصابة بالسكري قمنا ذلك بالاختيار وجعلناه مريضا بالسكري فيما يتعلق بالنوع الأول والنوع الثاني أنت واضح أيضا هو الأساسي النوع الأول أما فيما يتعلق بالنوع الثاني ولكن النوع الثاني أن فيما يتعلق بالنوع الثاني يمكن أيضا فيما يتعلق بالنوع الثاني أيضا
في الوقت سوف تصل إلى النقطة التي هي أن هناك العديد من العطب الذي حدث في الجسم. أيضا أعطيك مثلا على ذلك. لقد كنت أتكلم عن هذا الأمر أيضا, وأن بعد الذي أحضر طبيب أحد المرضى معه أيضا, وبعد أتكلم مع المريض أيضا, وجاء إلي أحد المريض وسألت أين تعمل, فقلت له أن أعمل في وأين تعمل وأين تعمل في أي حجرة, ولماذا تريد أن تعرف تلك المعلومات عني عند إذ. قال لي أنه لديه لديه السكر من النوع الأول, ولكنه كان ثاني أيضا. وقال له عند قال له الطبيب أنه سوف يصاب بالعمى, وفي خلال سنة سنة سوف يفقد أطرافه أيضا. عند إذ يعانون المرضى المصابين بهذا الأمر من لأن قال له الطبيب بهذا الأمر الأشياء الخطيرة ستحدث له أيضا. وهناك أعتقد لسببين, نحن نعيش لعشنا بفترة طويلة أيضا في من خلال 50 سنة أيضا تصبح أيضا أطفالك أيضا عند إذ لا يحتاجونك أكثر, ولكن نحن نعيش فترة طويلة أيضا عند إذ. هذا الشيء الآخر, نحن نميل بأن نكون كما كنا نشطاء من قبل نحن نأكل كثيرا. هذه الشبابين أيضا يمكن أن نساهموا في السام. وجود عدد كبير من السكريات أيضا, وأنا أرى السكريات والحلويات التي رأيها أيضا, هذه من المشكلة التي رأيتها هنا في وجود الحلويات في موجودة. ميل زايدي من مدينة مكة العزيز. لدي سؤال أيضا فيما يتعلق بالكابسول. أريد أن أعرف الحجم الكبسول وما هي المواد المستخدمة فيها لعمل تلك الكبسول. معمولة من ألجيني, بنظام الألجيني. هناك العناصر الأربعة الأساسية لهذا الكبسولة, هو فيما يتعلق لدينا هذه المتطلبات أيضا أن يكون استخدم نموذج عنصرين, ويمكن أن يكون تلك متناسقا متفقا مع المعايير الأكاديمية. وفوق كل هذه الأمور أن الميزة هو أن نعرف أن حجم الوقت, ويمكن أن نتحكم في الوقت, ويمكن في طريقة أو بأخرى أن نحصل على أن نتحكم بناء الذي يمكن استخدم ويكون مفيدا أيضا في كي نحكم السكري أيضا في حجمه أقل من ملليمتر. وكان يمكن أن نطبق هذا النانو الكبسولات الدقيقة, النانو كبسولات النانو الكبسولات النانو النانو التي في حجم النانو, هل تكون ستأثر أنهي كبسول في تجربتك, هل يمكن أن تكون متشابهة مثل النانو في الحجم, هل يكون أقل من ذلك؟ عليك أن تفهمي أن الآيليت حوالي أكثر من 200 عند إذ الكبسولة تبدو أكبر من هذا الأمر أيضا. وأن عند وما وجدنا أن من حوالي 700 أو 800 مليمتر يمكن أن تكون نفس المقياس الكبسولة التي قمنا بها أيضا. أنا السيد والتر من جامعة ميونخ أيضا, وهنئكم على هذه النتائج التي قصلتم عليها في الاختبار, النتائج النهائية للاختيار التجريبي الدقيق بي. سؤالي هو إذ فيما يتعلق بالعمق تلك النتائج أيضا, هل هنا هل هناك فيما يتعلق بالجاذب النسبية العامة؟ أنا في وقت الآن في كاليفورنيا عايش متأثر بالوقت الآن في ولاية كاليفورنيا. فيما يتعلق بدقة النتائج النسبية لا يوجد تلميح هذا الأمر, حيال هذا الأمر عند إذ؟ أعتقد
أننا نشكر سمو الأمير على هذا اللقاء الرائع وهذه التجربة الرائعة على أن منحنا وأعطانا هذه الفرصة لكي نجرب هذه الخبرات الرائعة.